تصريحات وبعض الأبواق اللي تحاول تشوه الصورة الأمنية في محافظة نينوى. أنا سمعته يتكلم عن تلافر حتى من مدينة الموصل، يعني ما بها أي حوادث تذكر، والموصل هاي تشوف احنا دائما بساعات متأخرة من الليل، ومثل ما ذكرت مهرجان الأغنية يومين بالملعب ومهرجانات عربية صارت بها، سفراء دول يعني سفير بلجيكا، سفير فرنسا، سفير ألمانيا، كلها تجي بالموصل، وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وشركات، والموصل آمنة، يعني هي صارت سيارة مفخخة. بعض الجهات حاولت أن تستغل هذه العجلة المفخخة وتشوه الصورة الأمنية لمحافظة نينوى ومدينة الموصل على الأخص. احنا يوميا نتجول الليل ونهار بالمدينة ويا أهلنا، وانتو دا تشوفون الحياة تقدر تصوروها بدوننا، يعني الموصل آمنة والحمد لله. واني سويت جولة على الحدود بواسطة طائرات الهليكوبتر، حدودنا مع سوريا آمنة. 3 ساعات احنا فوق الصحراء اللي بيننا وبين الأنبار ما شفنا اي تواجد يذكر حتى للدواعش.